لو طلعنا على دائرة معينة في عندي أنواع مختلفة من الباور اللي بتهمنا نرسم التراينجل تبع الباور. أخذتوا هذا بالسيركتس مر عليكم ريل باور. ايش وحدة الريل باور؟ واتس. والرمز عادة تبعها نستخدمه بي بي. بعدين عندي الايماجينري باور كيو وحدتها فولت امبير رياكتيف فارس فولت امبير رياكتيف. فولت امبير رياكتيف مروزنها بالرمز كيو. هذه الزاويه مهمه اللي هي ثيتا اللي هي بنسميها الباور فاكتور انجل. باور فاكتور انجل ثيتا. وبعدين عندي هون هذه ابارنت باور ابارنت ظاهريا ابارنت باور الرمز تبعها نستخدم اظن اس مش هيك وحدتها فولت امبيرز. فولت امبيرز. فلو عندي انا مثلا خليني افترض عندي هون سورس وعندي هون لود وعندي هون في زيرو وعندي هون كرنت باي زاوية معينة ثيتا وعندي هذا هون زد خلينا نعتبره هذا اللود زد اف. إذا عندي شو سبب وجود باور فاكتور؟ ليش هذه الزاوية ايش بتمثل؟ تمثل الزاوية ما بين الفولتج والكرنت. لو بدنا نرسمها بشكل تفصيلي من هون هي عندي هون الزمن ولو فرضت انا هاي الفولتج هون هذا في تي او في الزاوية زيرو. لو كان عندي الكرنت متأخر عنه هاي عندي هون الكرنت اللي هو مال ثيتا وثيتا متأخرة هاي تمثل هون الزاوية. وهذا بالحالة هاي إذا الزيرو كروسنج تبعت الكرنت متأخرة عن الزيرو كروسنج تبعت الفولتج شو بنقول عن هذا اللود؟ إذا هاي متأخرة لاري او اذا كان طبعا الكرنت متقدم عليها نسميها ليدي. الباور فاكتور شو بيساوي؟ بيساوي كوساين ثيتا. طيب هو شو تعريفه الباور فاكتور لو بدي اعرفه؟ من هون مثلا شو بدي اعرفه هون؟ الباور فاكتور. باور فاكتور ايش كان بيساوي؟ كوساين ثيتا ايش هي هون؟ في على اس تمام. يعني اذا الباور فاكتور تعريفه الدقيق اذا بدنا نكون دقيق بنرجع للفيرست برنسبلز هو الريل باور على الاثار. هلا لو انت بنيت سيم باور سيستم سيركت بامكانك تحط تحسب الريل باور. راح نفرجيكم كيف راح نحسب الريل باور بالسيم باور سيركت ونقسمها على الابارنت باور. الابارنت باور راح تساوي اي ار ام اس هاي تساوي اي ار ام اس في في ار ام اس. شايفين ايش اهميه الار ام اس؟ هذه ما بتكون علاقه صحيحه الا اذا كان هذا عندي اي ار ام اس في في ار ام اس. عندي هون الريل باور شو بتساوي؟ تساوي اي ار ام اس في في ار ام اس في كوساين 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 الزاويه. وعندي هون كيو بتساوي اي ار ام اس في ار ام اس ساين ثيتا. هذه الابارنت باور والريل باور. فانا عندي بشكل عام اذا بدي احسب الابارنت باور بامكاني اجيب الكرنت وامرر الكرنت في روت مين سكوير سيركت. بتحاول تحسب الروت مين سكوير تبعه بعدين بجيب الفولتج بمرره بالسيركت او البروسيسر بحوله للروت مين سكوير. بعدين ايش بعمل بالتنين؟ ماشي واضح؟ لا بهاي الطريقة إذا عندي أنا بستعمل بالسيم باور سيستمز بقدر أطلع الـ RMS والـ RMS. الـ RMS كيف حسابه لويف 4؟ قديش بحسب كيف بحسب الـ RMS لويف 4 معينة؟ لكرنت أو فولتج في AC سيستم؟ شو علاقة الـ RMS في البيك؟ زد
بس هذا صحيح لمين؟ يعني اي ايش الويف فورم اللي صحيح لها العلاقه ما بين الساينوسويدال بس اذا بطلت هاي الويف فورم ساينوسويدال ما بقدر ببساطه اني اقسم لها اذا عندي انا بقول اي ار اس يساوي اي بيك على جذر التنين هذه العلاقه صحيحه فقط الفول ساينوسويدال ويف فورم اللي راح تشوفه بعدين راح يصير عندنا الويف فورم راح تبطل ساينوسويدال وتكون سكوير ويف ممكن تكون اشكال مشوهه من الويف فورم ديستورتد بسبب الباور الكترونكس اللي بنستعملها هاي العلاقه راح تبطل صحيحه وبدنا ننتبه كيف بدنا نحسب الار ام اس لويف فورم معين كيف بدنا نحسب الار وراح ناخذ في هذا الكورس راح تشوف كيف ممكن اذا عندي ويف فورم احسب الار ام اس تبعها واحسب الافرج تبعها ماشي واضحه هاي العلاقه واضحه متذكرينها هذا فارس انت ايش تدفع عاده لما تيجي فاتوره كهرباء ايش عمل تدفع على الوقت ولذلك لكن بعض المنشآت الصناعية بتدفع كمان حساب معين على الفار لأنه شركة الكهرباء بهمها تحاول تخلي الباور فاكتور أصغر ما يمكن حتى تكون أصغر ما يمكن تجد تيتا كوساين تيتا كوساين تيتا بتكون قليل أخو الكوساين تيتا بتكون واحد تيتا بتكون أصغر ما يمكن ها ماشي بتفهم